السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا في حلقة عملنا الزبادي وقلنا اول ما تخلص، احنا قلنا بعد 6 ساعات بالظبط نحطهم ايه، نسيبها الاول يعني تهدى شوية وبعد كده ايه نحطها في التلاجة. طبعا انا عملت الخطوة دي، بصوا الصلاة على النبي، الله اكبر، بصوا ما شاء الله. طبعا الكوبايه اللي كانت موجوده الاول ما شاء الله الزبادي من حلاوتها، بصوا اتاكلت جميله بألف هنا وشوفها للي كلها. بصوا يا جماعه، اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم، الزبادي زي ما قلت لكم انا عملتهم 8 علب، 4 بالفراوله اهي. بصوا اهي، بصوا دي بالفراوله، بصوا جميله ازاي، بس شكلها حلو ازاي اهي بالفراولة. هنفتحها عشان بس الغطاء ايه بيبقى جامد شوية. المشكلة ان الغطاء بتاعها يعني جامد. بص الزبادي، الله اكبر، الحتة بحتتها زبادي. بس احنا هنا بقى ايه عشان نطلع الفراولة اللي تحت. بصي اوريك الفراولة دلوقتي، بص الفراولة، بصي كلها بتقلبيها في قلب بعض كده. بصي جميله جميله، ولا تقولي لي شركه ولا بره ولا اي حاجه، حاجه انت عاملاها في البيت وضمناها. بص الفراوله بقت جميله ازاي، بص الفراوله حلوه ازاي شكلها جميل. دي بتاعه الفراوله، طبعا ما بتحطيش السكر لان دي مربى خلاص، بتبقى فيها ايه طعم الفراولة جميلة. بصي شكلها حلو ازاي وجميلة ازاي. دي كده بتاعت الفراولة. نفتح واحدة كمان اهي، دي بتاعت ايه، فين المشكلة؟ مشكلة في الغطيان دي، صعب جدا دي. اللهم صل على النبي، بصوا بص الحتة بحتتها جميلة. بصي انت اللي عاملاها في البيت، ولا تشتري ولا تيجي اهي، قطعه بقطعه. طبعا فيها السكر بتاعها مش اي حاجه اهي. بصي الزبادي ماسكه نفسها ازاي. دي بقى ممكن تعملي منها الجبنه الكيري، خلاص كده عندنا الزبادي، وتخلي منها خميره للمره الجايه اللي هتعملي بيها. يعني ممكن تخلي كده علبه على جنب، دي خميره للزبادي، تعينيها عندك لما تخلص دي تجيبي تاني وتعمليها، ما تجيبيش بقى ايه زبادي، جيبي لبن بس. كمان ممكن تعملي بقى جبنه الكيري، ممكن تعملي علبتين، يعني تجيبي علبتين زي دول كده وتعملي ايه الجبنه الكيري اللي انا قلت لك عليها بعلبتين. صراحه جميله يعني بجد في منتهى الجمال. بصي الحته بحتتها، بص الزبادي مش راضيه تنزل، جميل. ادي الزبادي الساده وادي الزبادي بالفراوله، طبعا اللون باين جدا. بصي فدي بشاير رمضان، يهل عليكم يا رب وعلينا بالخير، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. احلى كميه زبادي، بصوا الفراوله، بص الفراوله عامله ازاي. بصي بصي الفراوله جميله ازاي، قطع جميله. وادي السادة برضو زي الفل، زي بصراحة حاجة حلوة جدا، الله أكبر. بصي بس الزبادي الفراولة اهي، بس الفراولة باينة ازاي بجد. اما تعملي حاجتك في بيتك احسن من اي حاجة، بعدين حاجة انت ضمناها وحاجة نظيفة. بصي جميلة، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يجعل كده الزيادة في بيوتكم والبركة والخير في بيوتكم دايما يا رب. اقول لكم ايه بقى، بجد انتوا ناس زي العسل، بحبكم جدا، ربنا يبارك لكم يا رب ويصلح حالكم وحالنا جميعا. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا الطعامه، اي خدمه. بصي بقى كوبايه الزبادي بقد ايه بره، بصي انت عملتي كام كوبايه غير الكوبايه طبعا اللي اتاكلت في الاول، الف انا وشفت. فحاجه انت ضمناها وعاملاها زي الفل،
رب كله كده يعمل وتبقى حاجتك في بيتك زي الفل، بس مش اكتر من كده. بجد اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.